أهلا بكم في جولتنا الثالثة من سوق الحي 20. في هذه الجولة مشاهدينا سنتعرف على آراء الناس وسنسلط الضوء على بعض النماذج المضيئة التي استطاعت أن تضع لها بصمة في هذا السوق. بالإضافة لدينا سؤال: ما مدى تأثير انخفاض نسبة التضخم العام إلى 9.1%؟ هل أثر هذا الانخفاض على أسعار البضائع أو لا؟ سنكتشف ذلك في تقريرنا هذا انفوغراد لنكتمل بالمعرفة. هايدا 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 شو نوارة فريشة. أهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير حضراتكم، كل سنة طيبين، رمضان كريم، منورين السوق والله يا جماعة. والله الأجواء حلوة هنا، تحس بيها في السوق هذا كأنما أنت بلد عربي رغم إحنا بفيينا. بالنسبة للرمضان يعني مش ما كانت حلاوته، بده يظل في طعم من المرارة لأنك أنت تكون بعيد عن أهلك، بعيد عن وطنك. أنا ما أحب في حافظ الأس، سميه طولي في حافظ عشان خلت بحب حافظ الأس، صلى على حبيبك النبي. طلعت كثير الأسعار، كثير غالية الأسعار هلا. صح، كثير الأسعار صارت غالية، كثير الأسعار غالية جدا في السوبر ماركت، في الأسواق، والدخل هو محدود، هذه المشكلة. الأسعار مرتفعة كثير، يعني مو شوي، يعني بكل المواد الغذائية، يعني مش بس بالخضار أو الفواكه أو شيء ثاني، يعني أما بشكل عام يعني هذا السوق 20 أرخص من غير مكان. يعني الأسعار غالية والناس كلها بتشتكي فعلا، بس ده حال الدنيا في العالم كله، يعني مش هنا بس. فريزة كل نص كيلو، هاي فيها نص كيلو، يعني تقابل 1 يورو، الموز بيورو، يعني الأسعار كتير كويسة بالنسبة، يعني الخضار الفواكه كلها يعني ممتازة الأسعار. والله ما شايفة في اختلاف كبير في الأسعار، يعني ما في حاجة واضح إنها اتغيرت كثير يعني من الأسابيع اللي فاتت. والله في نفس السعر بتاع الأسبوع اللي فات واللي قبليه، أيوة، ما حسينا إنه في انخفاض بسيط، ممكن يكون طفيف خالص. الأسعار يعني بالعشرين مقبولة، البضاعة ليست جيدة جدا ولكن مقبولة نوعا ما. المواد المستوردة كانت تيجي أكثرية وموجودة، حاليا قلت لأن الاستيراد مالها قليل. والله الحمد لله أمور بخير والناس عايشة مبسوطة، ورمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. والله الحمد لله أجواء رمضان زينة بصراحة، يعني نص الشعب مفطر. والله هي يعني جو رائع والبضاعة مناسبة للأسعار، يعني هون كلها خضرة رخيصة. الأسعار بتاعتنا أحلى أسعار في السوق، وكله فريش عندنا، وما ينفعش نغلى على الناس. يعني هنا يا ابو الصلاه على النبي، بسم الله ما شاء الله، رمضان زي العسل، رمضان حلو وقوي ويخلي الشغل كويس قوي. يعني كل الجنسيات عندنا ما شاء الله بتاخد من عندنا كلها. لا الحمد لله كويسه والله، حتى الاجانب يعني عم بيجوا مبسوطين كثير بالاكل السوري، يعني وبتعرف احنا هون سوريين عاملين جو حلو يعني برمضان. بالنسبه يعني لا، رمضان حلو السنه ان شاء الله، وسنه خير ان شاء الله. وبالنسبة للأسعار كثير كويسة هنا بالسوق العشرين. يعني الأسعار والله الحج علي، بالنسبة للحج علي أسعاره بيعمل يعني مرخص جميع أي حاجة، هو رجل منه لله، منه الرب وكده برخص، ما أعرف حالة الناس السوريين والمصريين والعراقيين واليمنيين من كل جميع الملل. الناس بتخش سوبر ماركت بتبقى خايفة، يعني الراتب يعادل المعيشة، ولا مو غالي يوم أريد أوفر، أما كمعيشة مقارنة للراتب بتاخذه بز منيح. الحلول عشان الأسعار تنزل يعني؟ والله الحلول من عند ربنا بقى، شكلها كده ما فيش حلول يعني. المحلات العربية بشكل عام يعني لا دين ولا وجدان، أنا بقول لك يا من عندي، أنا بروح بشتري من الماركة الألمانية أو النمساوية أحسن ما أشتري من المحل العربي أو مين ما كان يكون، لأنه بتحسه استغلال. مرتفعة الأسعار يعني، بس تعودنا، شو بدنا نساوي؟ الحمد لله. الحمد لله ثلاث ارباع العالم بتاخدوا الشلو يا قاعده وبتتعلموا، مو هنا البلد يعني اجواء احسن، احتمال من احسن بلاد اوروبا. انا ما اعرف انا شيء، لانه اجي من الفجر وما اروح بعد الفطور غير محل. شكرا لكم متابعينا، كانت هذه نهايه جولتنا والتي تباينت فيها اراء الناس بين من يرى ان الاسعار طبيعيه وبين من يرى ان الاسعار مبالغ فيها ومرتفعه. ابقوا معنا في جولات اخرى والى اللقاء.